نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، أهلا بكم. وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا تاريخيا يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون الشهور المقبلة، ويمثل الاتفاق خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة بين الطرفين منذ 18 سنة. وتنص بنود هذا الاتفاق على بدء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وتبادل الأسرى واحترام طالبان للضمانات الأمنية التي التزم بها. هذا ووقع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة مبعوث الولايات المتحدة الخاص بأفغانستان زلماي خليلزاد والمسؤول السياسي في طالبان الملا عبد الغني بارادار بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. ورحب الرئيس الأفغاني أشرف غني بتوقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة، وأكد الرئيس الأفغاني أن حكومته ستعمل بعد توقيع الاتفاق على بحث خوض مفاوضات مباشرة مع طالبان، مشيرا إلى أن اتفاق الدوحة سيجلب السلام والاستقرار إلى أفغانستان والدول المجاورة. ومن العاصمة القطرية الدوحة ينضم إلينا مراسلنا سلمان النجار. إذا سلمان، التوقيع جرى بحضور 30 دولة ومنظمة دولية وأيضا ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. انقل لنا مراسم أجواء مراسم هذا الاتفاق، وما هو الدور الذي لعبته الدوحة في إبرامه؟ نعم، بالفعل كان حفل توقيع اتفاق بحضور دولي كبير. أبرز الحاضرين بالتأكيد هو وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي رعت وزارته هذا الاتفاق، وبالتأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وأيضا عدد كبير من قادة حركة طالبان ومن مكتبها الموجود ومن قادمين من هناك من أفغانستان، وأيضا وزير الخارجية التركي، وعدد كبير من المسؤولين من منظمات دولية ومن منظمات ذات صلة بالشأن الأفغاني. بالتأكيد كان توقيعا بين المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلمي خليلزاد، وأيضا نائب رئيس الحركة للشؤون السياسية الملا عبد الغني برادر، وقعا على الاتفاق الملزم لكلا الطرفين. هذا الاتفاق الذي توضحت معالمه اليوم بهذا التوقيع. بالتأكيد كان ثمة كلمات لوزير الخارجية القطري الذي تكلم عن أن هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى في الطريق إلى اتفاق إلى سلام شامل في أفغانستان، وقال إن الدوحة تدرك أنه ليس ثمة حل عسكري لهذه الأزمة المستمرة في أفغانستان، وأنه ودعا المجتمع الدولي إلى بذل كل ما من شأنه تيسير ودعم سبل الحل والسلام في أفغانستان. الوزير الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو أيضا كانت له كلمة، قال إن طالبان قادرة على السلام وراغبة في السلام، ولكن متى أرادت ذلك؟ وأنه سيتم التأكد من الالتزام بتنفيذ طالبان لهذه الاتفاقية التي تنص على قطع علاقاتها بكل المنظمات الإرهابية، وقال إن مخاطبا طالبان: إذا التزمتم بالسلام سيتعامل معكم المجتمع الدولي بالمثل. بالتأكيد أيضا الملا عبد الغني برادر نائب رئيس الشؤون السياسية في حركة طالبان قال إن طالبان تدخل بهذا الاتفاق معترك العمل السياسي في أفغانستان. بالانتقال إلى ما تنص عليه هذه الوثيقة الموقعة بين واشنطن وحركة طالبان، أبرز ملامحها هو أن حركة طالبان توقف إطلاق النار في أفغانستان بشكل شامل وكامل، وتبدأ حوارا أفغانيا مع الحكومة الأفغانية وباقي الأطراف الأفغانية. هذا بالنسبة لحركة طالبان. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فأبرز البنود أنه خلال 4 أشهر ونصف أو 135 يوما سوف تسحب الولايات المتحدة الأمريكية 8600 جندي من جنودها الموجودين في أفغانستان. نعم. وسوف تخلي 5 قواعد عسكرية على أن يستكمل كامل انسحاب القوات الأجنبية بما فيها الأمريكية من أفغانستان خلال 14 شهرا. لكن كل هذا مشروط بأن تلتزم حركة طالبان بما تعهدت به هنا في الدوحة، وهو أن تقطع علاقاتها بالإرهاب وأن لا تستخدم الأراضي الأفغانية
باتجاه المصالح الغربية. أيضا ثمة خبر وقع في الاتفاق أو شرط وقع في الاتفاق في 27 من أغسطس آب المقبل، سوف ترفع الولايات المتحدة الأمريكية كامل العقوبات عن حركة طالبان. إذن هو فصل جديد في أفغانستان عنوانه البحث عن حل سياسي للمشكل القائم في أفغانستان وإنهاء العنف هناك في البلد الآسيوي. نعم سلمان نجار مراسلنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. هذا وتتباين آراء الأفغانيين بشأن اتفاق السلام، حيث يتخوف كثيرون من أن يكون هشا ويتفائل غيرهم شوقا لحياة آمنة. بدأت أهازيجهم باكرا الأفغان، ليس بمستطاعهم مغالبتها، وقد تقلبت بهم الأيام مرارا وبينت لهم خلال عقود قيمة السلام. يصدقون حتى الآن أن الاتفاق الجديد سيطلع معه نور عهد مديد على البلاد وستتحسن فيه شؤون العباد. نحن سعداء ونأمل أن ينتهي قتل الأفغان، لن تفقد الأمهات وأطفالهن بعد الآن. سيتم توقيع اتفاق سلام دائم وسيبدأ الأفغان حياة مريحة. ستغيب فرحته ربما إن سمع برأي أهل السياسة في الاتفاق التاريخي. أعتقد أن هناك تسلسلا يتحدث عنه الأمريكيون. الحوار الأفغاني الأفغاني سيبدأ في أوائل مارس وسيؤدي ذلك إلى وقف إطلاق النار. هناك احتمال فشل هذه العملية، وإن نجحت فهناك من لن يكون سعيدا بعودة حركة طالبان إلى السلطة. متخوفون من عودة طالبان إلى مشهد السياسي. نحن لا نضمن قبولها للنشاط النسوي في المجتمع. نخشى حقا أن تغادر البلاد مجموعة كبيرة من الأفغانيات المتعلمات. لن يغيب شك في حلول سلام وتصالح على أرض تجولت مبادع الحروب على جثة تاريخها.